مساء الخير. اولا انا جد محظوظ وسعيد بتواجد هذه الرفقه الطيبه. هذا الشخص اللي جمع هذه الوجوه اظن بانه اكثر شجاعه وايضا محظوظ باش يجمع الاستاذ ديالي الحياني لاعب كبير متميز حسن القصبي والصديق الوفي عروبة عبد الحليم إكس مجموعة من الوجوه. أنا حسن الحريري ومدى حسن الحريري. أنا ما نقدرش يكون عندي برنامج ما نقدرش نجمع. يمكن نجمع واحد نجمع جوج. ولكن الحمد لله الزوج ديالتي شافت بالفيسبوك بأن المقعد الثقافي بتمارا غادي يستضيف حسن الحياني. انا غادي نكون نجي من الدار البيضاء، كان عندنا واحد الاجتماع تاسيسي لواحد الجمعيه ديال الاعلاميين بلا حدود، كان غادي نجي نحضر باش نشوفو باش نشم فيه ديك الرائحه ديال ماشي دي ديغني ساموراي، ولكن انسان اللي تبارك الله كان شاهد على العصر ديالو، اولا بالنباهه ديالو، ثانيا بالجراه ديالو، لا يخاف في قول الحق لومة لائم. هذه من الاشياء المحببه اللي شفتها في الاستاذ ديالي حسن الحياني. انا ابن الحي ديال سوفيا اللي كان تيقن فيه الاستاذ حسين الحياني. لما كنت في كليه الاداب تنشوف الحسين شي حاجه ما نقدرش نوصل ليه، نشوفه بالبعيد نقول هذا هو الحسين ديال الراديو، هذا هو الوصف الرياضي الجري والنسائي. وايضا كنت محظوظ بان ابن عز الدين تيقرا معايا في الكوليج تاخذ، وايضا محظوظ بان عز الدين عفوا يا اخوان نعم كان يمدني بفرنس فوتبول التي لم اقدر على اقتنائها، تيعطيها لي ولي حسن نقراها ورجعها لي. لما رجعتي ليش الوليده اللي خاصه عليا، وكانت تبارك الله لها عز الدين حتى هو مواظب على قناه فرنس فوتبول كما تقولوا ابن الوز عوام. شيء محبب عند الاستاذ ديالي لما دخل التلفزيون لقيته، وكان دائما يمدني بمجموعه من الملاحظات اللي يمكن قليل شي واحد الانسان اللي عاد غادي يشق الطريق ديالو في مهنه المتاعب. الان حنا متواجدين في مقهى كازانوفا. كازانوفا هذا من الادباء اللي كتبوا، ايضا كان ايضا جاسوس، واللي كان في مدينه البندقيه توفيها في سنه 1789. حتى هذا كازانوفا كملحق ثقافي كانه يعيش بين ظهريين، باش تجيب حسين الحياني ويتكلم على صهيب منتصف الليل، حتى العنوان فيه مجموعه من الدلالات، لان الصهيب تكون اكثر سماع في منتصف الليل، تكون في النهار، منتصف الليل كل واحد يسمع الصهيب. انا الحمد لله اليوم عاد سمعت واحد المعلومه اللي يمكن حتى شي واحد كان عارفها غير حسن القصبي والاستاذ ديالي الحياني، انا الحياني العم اقصبي في الريمس. هذا سكوب ما كنتش نعرف، واليوم انا عاد عرفته لما كان واحد النقاش جانبي قال لي سي حسن انا لعبت مع حسن القصبي، وباش نشوف انا حسن القصبي وعروبه مشدوهين وكان على رؤوسهم طير متبعين حياني اشنو تيقول، تعرف بان تلك الشخصيه يمكن لحبينها والتي لم تلدها امهاتهم. انا ممتن كثيرا للاستاذ ديالي الحياني، وسوف اسعى جاهدا بالنسبه للمؤلفات ديالك باش يلقاو النور، لان حرام ما الكتاب ديالك على مرحوم حسن الثاني او على مجموعه او على فريق الجيش الملكي اللي هاد الجيل هذا ما عارفش اشوف الحقائق، لان الحقائق جد تاميه. سوف اسعى جاهدا ان شاء الله ونعمل جاهدا باش هاد الاصدارات ديالو يلقاو النور ان شاء الله. شكرا كثيرا
وانا دائما ممتن للمعتقدات.